شركة نسلي المصنعة للمواد الغذائية أعلنت الخميس أنها ستخفض نسبة السكر 40% في منتجاتها المصنوعة من الشوكولا. وفي بيان اكتفت بالقول إنها ستطرح في الأسواق عام 2018 هذه المنتجات دون أن تحدد أي منها أو حتى المادة التي ستستبدلها بالسكر. وأكدت أن هذه المادة هي اختراع طبيعي تقليدي لن تغير من مذاق ألواح الشوكولا، وستسجل براءة اختراعها عام 2018.